اكو جهة بالاعلام طلعت فيديو تذكرون ادعت الجهة انه هاي ايش سويناها هي بالخارج العراق وداخل العراق في سوريا. تصريحات صلفة لرئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بلا ضمير إنساني لتبرئة الميليشيات من جرائم قتل وتغييب قسري لأبناء المدن المنكوبة إبان عهد حكومته، غير آبه لصرخات أمهات المغيبين قسرى ممن ينتظرن معرفة مصير أبنائهن وأزواجهن، وسط استهجان شعبي من تصريحاته التي تفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثائق صادرة عن مكتب العبادي تؤكد جرائم خطف المئات من الضحايا في الصقلاوية وبزيبز على يد الميليشيات وإعدام آخرين منهم. منظمات دولية وتقارير أممية ومحلية أكدت وجود عشرات الآلاف من المغيبين قسرا في العراق، لا سيما في الفترة التي أعقبت عام 2014 في الوقت الذي ينكر فيه العبادي وجود معتقلين أو مغيبين في سجون الميليشيات والقوات الحكومية. أي منطقة بدون إنذار إذا أكو شيء يروحون يحفرون، إذا يدعون أكو مقابر أو فرش من القبيل أو أي شيء، لم يحصلوا على شيء. يناقض نفسه وكأن الأمر لم يكن، فتشكيل العبادي نفسه لجان تحقيق في فترة حكومته بخصوص المعتقلين والمفقودين لا يدع مجالا للشك أن إنكار وجود مغيبين ومعتقلين تأكيد على تصفيتهم، لذا كان لزاما على العبادي وغيره إغلاق باب السؤال عنهم وطي هذا السجل المأساوي دون محاسبة المجرمين. المغيبين أو مختفين قسريا نقول ممكن نسميه المغدور. المغدورين رسالة واضحة لمن يبحث أو ينتظر عودة قريبه المفقود، لا تتعب نفسك فلم يبق منهم أحد، لكن في المقابل لن يتوقف ذو المغيبين عن المطالبة بالكشف عن مصيرهم ومحاسبة خاطفيهم طال الزمن أم قصر، وفقا لمبدأ الجرائم لا تسقط بالتقادم.